فتشيبيه كل شيء ضوج. لسه استنى نص ساعه فتشي بس تقولي اشياء شيء واحد يكتب والله عيب اكتبها. Hello guys, شلونكم؟ إن شاء الله زينين. Welcome back to my channel. طبعا اليوم ضيفنا العزيز ضيف الشرف ضيف الشرف ضيف الشرف اليوم شباب، فرصة سعيدة. كلش عاجبكم الفيديو عند فاطمة، تعودتوا عليها أختي. هذا زوجي عمر. اليوم التحدي راح يكون قريبا راح يخلص. شنو؟ قريبا راح يخلص عشان انا شايفه الستريس والبرشر. اوكي سو اليوم راح نسوي تحدي اللي هو منو يعرفني اكثر، اللي هو فاطمه اللي هي التوين سيستر مالتي او عمر زوجي. كيف عارف تعرف؟ اكيد انا اعرف اكثر. اكيد انا اللي راح اعرف لان انا التوين. نشوف. alright يلا نبدي باول سؤال الفشله. بس شو لازم اسوي بالضبط؟ ولا تنسون اذا حبيتوا الفيديو لا تنسون تسوي لي لايك وسبسكرايب. اكيد. وفعلوا الجرس. على مود يوصلكم كل الفيديوز. Let's do this. انت مو تغش. اوكي. بس شو اسوي؟ لازم اكتب الجواب واسوي؟ تكتب الجواب انت وياها. ما انت مزعت الورقة؟ ايه. اوكي تكتب الجواب انت وانتي وتراوهم اياه. حلو. بس اقول يلا. يس. اوكي؟ And then انا راح اشوف اجوبتكم واشوف شلون تشوفيها بالمجال يعني. ايه ترجعي لي. اوكي. اوكي. يلا. اوكي اول سؤال اللي هو شنو اكثر اكلة انا اسويها ما طيبة؟ اوه يا عمر قرب انت شوية. سوري يسوي هيك بايده. اوكي لا ويت هسه اقدر اشغل الجواب؟ هاي يعني ما اذا خلصت ما تتاكل الاكلة بس فاطمة شوية اشو؟ يلا راوني صح عمر تبسي باذنجان مقلوبة فتشيل تبسي مع الباذنجان صح؟ لا 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 المقلوبة انت مش عارفة شوربة اكرهك صح مقلوبة تبسي باذنجان لانه انت ما تحبين الباذنجان بس والله ما انت طيب لا لا طيب تبسي اوكي اوكي تذكر اسمه كان مستوي تذكر حلقات البصل اوكي جايز لا تفشلوا اللي قدام الناس يلا اوكي ثاني شيء شيئين بيا كل شيء يميزوني شيئين بيا كل شيء يميزوني هاي منو قالها يا مميزه لا لا شيئين يعني يعني كلش معروفين بيا انه رحت صراحه ما اعرف فاطمه دا يغش منك والشيء الثاني الشيء الثاني سو عمان اي تراوي مالتك الاجابه انا اجابتي يلا شوف انه شلون تمشي طريقه المشي اللي يريد يشوف طريقه مشيتي روح على التحدي تحدي الاستنساخ تشوفون طريقة المشي مع السافرة والشيء الثاني اللي يميزها انه هي هواية تروح للسوق وتروح تتسوق هواية لا هاي كل وانا هاي الصراحة اشوفها كلش فتشي تو ماتش بالنسبة لي لا 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 عمر هذا مو انا كل مشهورة لا فاطمة ما تروح للسوق هواية لا بس اكو هواية بنات سو لا طريقة المشي ولا السوق الصوت اللي هو فاطمة قالته حلو والاسم صح والله صح اسم جدا مميز اسم جدا مميز اوكي زين ثالث سؤال كم فولور عندي على الانستغرام؟ اني زين بالارقام فاتوقع هذا هو الجواب الصحيح فاطمة جوابك كلش غلط احب اقول لك
اقول جوابك ايش قد 13.2 انت ايش قد 12.7 انا راح اراويكم ايش قد عندي على الانستغرام ما ادري ايش قد فوكس 13.5 سو غلط الحين بس ام كلوز اي يعني فاطمه تاخذ النقطه شكلك ممتلكه اوكي شنو دائما اطلب من ماكدونالدز اه هاي سهله انت راوي جوابي هذا اشوف عمر جاوب بيك تيستي فاطمه سبايسي ماك تشيكن بيك تيستي اصلا ماكم ماكدونالدز عمر لا شنو بيك تيستي فاطمه غلط كذاب اه والله. طبعا بيك تيستي معروف شنو بيك تيستي ماكدونالدز بعدين بيرجر كينج لا بهارديز لا لا بيك تيستي تعالي من اين انت ولد تحبي بيك تيستي والله اه تحبي البيك تيستي تعالي منها هاي عشان او يعني هي كم مره اللي رحت وياها ماكدونالدز صراحه اوكي سو خامس سؤال إيه؟ شنو أول شغلة اشتغلتها بحياتي؟ نحكي عن جد ولا عن جد والله؟ أكيد ما راح أقول لك بكلمة صعبة هاي بال والله I know لا لا إيه لحن والله عيب أكتبها بس يلا راح أكتبها لا هي الصح أتوقع هي الصح اوه لا والله ممكن لا والله لا دقيقة راح اكتبها من اول جديد عمر يقول دولاراما اللي هو محل اللي يبيع كل شيء دولار هاي لما كانت صغيرة هي قالت لي راحت اشتغلت بهذا المحل وانا اتوقع هو المحل الاول اللي اشتغلت هي ما قالت لك الجوب الاولى شنو كانت بس الجوب الاول لانه انا مسوي السي في مالتها ضربيها الجوب الاول لانه لا شو نظيفة فنادق؟ يس سير يس هاي جو طب غير قولي احطها على السي في شيء ما هي متفشلة من هاي لا عادي ما متفشلة سو اول جوب لي كنا صغار انا فاطمة اشتغلنا اشتغلنا انه منظفين بفندق بلندن بهوستل هو مو فندق يعني هو اتعس من الفندق يلا لا الفندق زين يعني بس انه يعني نروح للسؤال السادس يعني هسه فاطمة صارت 3-1 يس سير لا اني 2-2 هسه بس اوكي سادس سؤال فتشي بيا كلش يضوج اوه لسه استنى نص ساعة فتشي بس نقول يا اشياء شيء واحد يكتب اكو 200000 سطر والله انك هذا اوكي خلينا نشوف لا بس واحد شيء واحد واكيد احنا اثنين راح نجيبه صح نجيبه صح هذا هو تبوه بس اكو اثنين شكرا لانه ما دام نعبر النق واللجة صح النق تلج هواية وتنق هواية ايه. والصراحة خلاص خلاص عمر يعني سألوا فاطمة انا اذا فاطمة مو وياي بنتشم كل يوم على الكتف ويا سافرة من النق لا تفضحنا قدام الكاميرا خلينا احنا الناس اللي كثير يو نو اللي كيوت اللي ما يتحركون اوكي خلصت اوراقي عندك اوراق انت اخذت عادي استخدمي هاي بيطلعوا السؤال السابع 3-3 خلينا نشوف هذا منو راح يجاوبه صح يلا اذا خليتوني يوم كامل احكي على فتشي واحد راح اظل احكي بيه وما اضوج اوه لا تغش عمر دا تغش شنو السؤال؟ إذا يوم كامل خليتني أحكي على موضوع راح أحكي بيه يوم كامل وما أضوج منه. أوكي سو عمر قال السفر لا غلط.
يوتيوب اكيد لا غلط راح اضيف جملة قدي انا بحب كندا. والله كان على بالي. والله صح صدق هاي صح. هي كلش ما تحب كندا وتنق بالموضوع هواي. نرجع للسؤال اللي قبله. فشي تنق به هواية هو كندا. وش وقت نطلع من كندا؟ وإذا ترود أشوف هذا الفيديو أقول لك خذي قرادك واطلع. اطلعي بالضبط. Alright. So ثمانية. ثامن سؤال. بس يعني اثنين ثلاثة ثلاثة يعني ما جابت صفات مشي. أوكي حلو. ثامن سؤال شيء كنت أخاف منه كلش وأني صغيرة أو أخاف أسويه. تخافين تسويه وأنتي صغيرة؟ يعني كرم وجهي بس ما يخالف نقدر نشوف هذا فشي كلش شخصي. هذا بس اللي بيغش عمر. يلا عمر تنامين بالظلمة؟ لا. خافين تروحين وحدك للحمام بالليل؟ صح اخاف اروح وحدي للحمام بالليل فتقعدني على مود اني اروح وياها. لا جد قعدت فاطمة تجي وياي للحمام. هذا فشي الهازبند وونت نو. زين هسه تايم اوت لازم نغير القلم. ليش؟ لأنه كلش مواضح. اوكي زي. السؤال التاسع. اي منو اقدم صديقة عندي؟ صديقة يعني اقدم صديقة عندك؟ اي مين؟ ريم ملحم. هيا سرحان. صح انت تنتين صح لان عرفتهم مع بعض. ريم وهيا. وهيا اربعة خمسة. سو هذا السؤال اللي يا انت تتعادلون يا فاطمة تفوز. اوكي يا عمر يا فاطمة هذي يعني هتفوز او تتعادل وانا ما اقدر افوز خلاص الا اذا تنطين سؤال اكسرا. اوكي اي كان يلا. اوكي سو يلا شنو الكلمة اللي استعملها هواية دائما استعملها؟ فاطمة دا يشوف. You can't. ما دا يشوف. أصلاً ما راح يفتهموها الكلمة. ولا أصلاً أنا ما أفتهم الكلمة الصراحة. دائما تحكي ويا صديقاتها وتقولها الكلمة وهاي الكلمة كلش تستفزني وأتمنى أنا أسافر تقول لنا معناها. زين؟ هاي هي الكلمة. كلم كلم وعن جد. Which one? I think I use the كلم. لا أنتي بدك تربحي زوجي. لا كذب عن جد I use it أكثر من كلم. كلم معناها إنه بدي أشوف هذا. انه كلم بالله. اي هاي هي وجيران صديقتها كلش يستخدمون الكلمه هواي وكلش تستفزني الكلمه هواي. باي ذا واي هاي جيراني اللي مسياها اللي دا يشوف الفيديو لا تتعلمون هالكلمه. كلمه كلش مستفزه. سو اللي فاز ويانا فاطمه. اوف كورس ام ذا توين سيستر. لا بس الاسئله الصراحه الاسئله الصراحه كلش بغتتني يعني ما كنت اعرف هيك طريقه الاسئله بال المره الجايه ادرس عدل حتى تربح. بس احنا المره الجايه انا متاكد اذا راح اجي مره ثانيه بهال بهالقناه بما اني ضيف شرف اذا راح اليوم اليوم طلبوني دقوا على القناه فانا اذا جيت المره الجايه للقناه أنا متأكد إني حفوز بالتحدي الجاي. شوفونا مرة ثانية بالتحديات الجاية مع السافرة. اشتركوا بالقناة مع السافرة. سبسكرايب. لا تنسون تسوون لايك. وفاطمة شو دائما تقولين لهم؟ فعل الجرس. فعل الجرس. خلصت شاحن مع الكاميرا. فبليز بليز بليز إذا حبيت الفيديو لا تنسون تسوون لي لايك وسبسكرايب وكل الأشياء اللي أنا قاعد عليها وفاطمة. أشوفكم بالمرة الجاية وأحبكم كلش هواية.